والله خايفه الاسماء من كتر ما عم بقى. خير سارة؟ في شيء؟ لا حبيبي ما فيني شيء، بس وقعت السكينة. بس كنت بدي اقول انه نحن كل يوم عم نيجي على المطعم، كل يوم عم ناكل وهيك، خايفة اسمك. اصحك سارة تسمني، أنا اخترتك لأنك رشيقة وأنيقة، لا تسودي لي وشي قدام أهلي والناس. دخيل كرشك اللي ماتوا عم ترين. عن إذنكم شو؟ تفضل. مامي شو رايك بتحكي قدامه؟ يعني بلكي سمع صوتك وزعل مني؟ والله لكن بقول لك اصحك تسمني لا تسودي وشي قدام اهلي والناس، هو ناتع كرش قد الاقونه. والله معك حق. يي هاد شو عم يعمل هون؟ شوفي هذا الشاب اللي شفته هداك النهار، حكيت لك عنه دعسته بالسياره. بدي اقوم وافهم منه ليش هيك عمل فيني. لك ليك خطيبك اجى عادي. انا اسف بس اجاني تليفون. ولا يهمك تقبرني ولا يهمك. شلون عجبك الاكل المطعم؟ كثير 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 ظريف، عن جد هذا الشيف كثير ظريف. ان شاء الله صحة وهنا. على قلبك ان شاء الله، ظريف، مو ظريف مامي؟ اطيب اكل بدوقه بعمري، كثير طيب. احكي لي ماما، كلي تقبريني. كلي رحت في خطيبك. اهلين سهري. ان شاء الله صحة وهنا.